وكلنا عارفين قصة ألم الأنسولين بالنسبة لمرض السكر. عايز أقول لك باسنتين دي من أكتر الحاجات المكلفة لأي مريض سكر أكيد. وإن هو لو ما عندوش أي تأمين بيكفر أو بيغطيه بيبقى بيعاني جدا، لأن هذه الأقلام أقلام مستوردة وغالية ومهمة جدا فيصليا، لازم ياخد جرعة الأنسولين بتاعته لأن هو ممكن يعني يبقى فيه مشاكل صحية لو ما خدهاش. بشكل عام في اهتمام كبير جدا بتصنيع وتوطين الادويه في مصر، ملاحظين ان في توجيهات من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بهذا الملف، وهذه التوجيهات الرئاسيه ربما وصلت لاشياء كثير جدا منها يعني كمان امراض للاورام شفنا كلام عنها في الايام اللي فاتت. يمكن من كام يوم شفنا زي ما قلنا الاعلان عن انتاج اقلام الانسولين بطاقه 12 مليون وحده سنويا لاول مره في مصر، واعتقد ده خبر هيهم قطاع كبير جدا من المصريين. طبعا ده يا مصطفى ضمن استراتيجيه الدوله لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الادويه الاستراتيجيه وتوجيه باقي الانتاج للتصدير. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع بالتفصيل من الدكتوره الفت غراب رئيس مجموعه اكاديميا للادويه. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا استاذ بسام، صباح الخير يا استاذ مصطفى اكاديميا مشاهدينكم الكرام، صباح الخير. صباح الخير على حضرتك. اهلا بك يا دكتور. دكتوره كلمينا عن انتاج اقلام الانسولين، متى سيصبح هذا الحلم حقيقه ومتى سيتوافر في الاسواق وممكن يوفر قد ايه لدخل الاسره المصريه؟ ده السؤال الاكبر اللي يهمني. هو طبعا هو الحقيقه الحلم بقى حقيقه خلاص، احنا الحمد لله انتجنا عندنا مصنع انسولين، استحوذنا عليه من احدى الشركات الاجنبيه اللي كانت موجوده في مصر، واحنا ممتلكينه من 2014، لكن الانتاج الحقيقي الانسولين ابتدى 2017. جودنا بقى وزي ما حضرتك قلت تنفيذا لتعليمات فخامه الرئيس بتوطين الصناعه زي صناعه الدواء لانه يعتبر امن قومي. الحقيقه الازمات العالميه واللي حاصل في اسعار العملات وكده خلانا كلنا اصرار يعني ان احنا نوطن فعلا الصناعات الحديثه او المستورد اللي احنا بنلاقي فيها عجز في توفيره. ففعلا ابتدينا بهذا المنهج. من ضمن الادويه المهمه الانسولين، نجحنا في توطين الفايل والحمد لله المصنع طاقته بتنتج 20 مليون فايل سنويا واحتياج مصر 18 وفي شركات اخرى وبنصدر منه كمان. بعد كده دخلنا على الاحدث لانه حضرتك عارف ان عالميا كل يوم بيطلع حاجه جديده في علاج الامراض خاصه الانسولين، فابتدينا نوطن صناعه الخربول بالقلم. هو عباره عن خرطوش بيتحط جوه القلم والقلم مدرج بدرجات معينه، انت عارف الانسولين حساس جدا وبياخد بالوحدات، فهو القلم مدرج وبنحط فيه الكربول ويقدر يفضل مع المريض، سهل قوي انه يتناوله ويهندله لو مسافر لو في شغله لو في مكان معين، بيبقى يقلل الهادر بتاع الفقد يعني، وكمان بيساعده على ان اي وقت يقدر ياخد جرعته. ففعلا انتجنا الكربول بالقلم وبنوزع القلم مجانا على المريض، وعندنا هوت لاين لتعليم المريض اللي عايز يتعلم الاستعمال بتاع القلم، بجانب كمان بنديله بعض الارشادات للاستعمال. طب دكتورة ألفت، حابين حضرتك تكلمينا عن بدء تشغيل مصنع المهن الطبية. ما هو مصنع المهن الطبية ده مصنع مخصوص للإنسولين أو للأدوية الحيوية البيولوجيكال، بننتج فيه الأدوية الإنسولين بأشكالها مختلفة. الانسولين بينتج في اشكال مختلفه فايل او كربول، كمان في جديد دلوقتي بيبقى قلم جاهز مواد جديده او مولوكيول جديده طالعه زي الجيلارجين او الليراجلوتايد. احنا الحقيقه بنوطن هذه الصناعات ستيب باي ستيب، ابتدينا بالكربول، مع نهايه السنه ان شاء الله هننزل قلم الجيلارجين وقلم الليراجلوتايد، وده قلم برضو جاهز للحقن مباشره، وما بتخلص الجرعه بيترمي القلم ديسبوزابل. طب نقدر نقول ان احنا هنصدر امتى؟ يعني هنكفي السوق، هنكفي السوق المحلي، كفينا السوق المحلي وهنصدر فعلا؟ وابرز فعلا يا فندم احنا كفينا السوق المحلي في الفايل، والنهارده بننتج 20، السوق المحلي كل استهلاكه 18، فعندنا فرصه للتصدير وصدرنا فعلا لدول افريقيه ودول اوروبيه. الجيلارجين كمان احنا بننتج 6 مليون علبه، العلبه 5 كربون يعني 30 مليون، استهلاك مصر 4 مليون علبه فقط يعني 20، وان شاء الله الفرق ده بنجهزه للتصدير، والسنه دي هنفتح اسواق جديده زي كوبا، غانا، الكاميرون، اوغندا، بعض الدول الافريقيه الكبيره. طيب دكتوره ألفت، هل من يعني افهم من ده ان احنا النهارده قادرين
ان احنا نوطن صناعه الادويه بخامات جودتها عاليه، خلينا نقول بجوده اوروبيه؟ فعلا احنا بنوطن التصنيع نفسه بخامات امريكيه واوروبيه وبجوده عاليه جدا. وخلينا اقول لك ان التوطين ده يعني ليه كذا فايده. اول فايده طبعا بتوفري الدواء للمريض في وقته، ما بيقعدش يستنى عبال ما المستورد يجي او في ازمه او كده. ثاني حاجه ان بتشغلي برضو العماله من بلادنا الخريجين الجداد، التخصصات الجديده. حاجه كمان ثالثه واهم، انك انت بتقللي الفاتوره الاستيراديه بانك انت بتوفري محلي بالجنيه المصري، وبسعر بيقارب يمكن حوالي 50% من سعر المستورد. فكل ده طبعا يعني فرص جميله جدا ان احنا توطين الصناعه بنستفيد فيه. طب انا برضه عايز اتكلم بلغه الارقام، اقلام الانسولين المستورده كانت بتكلف كام بالنسبه للمريض، واحنا هنوفرها له بكام؟ يعني هنوفر قد ايه للاسره المصريه؟ يعني زي ما قلت لحضرتك، انا النهارده بننزل بالاسعار بحوالي 50% من سعر المستورد، وفي نفس الوقت ان انت بتقلل الفاتوره الاستيراديه بوجه عام. المريض كمان بيضمن توفير الدواء بسعر مناسب، وتوفيره اهم كمان من انه يقول سعر، فانا هوفره بسعر اقل 50% وفي وقته كمان اللي هو. طب وهل ال 50% دي هتنزل لو في مكونات هنقدر نصنعها في المستقبل القريب، ولا مفيش خطه لده؟ لا احنا فعلا، برافو عليك، يعني ده سؤال جميل جدا. التوطين حضرتك بيبتدي بفيزس على مراحل. المرحله الاولى ان انا ممكن استورد خامه وابتدي اصنع. المرحله الجايه احنا دلوقتي مجموعه اكديمه بننشئ مصنع لانتاج الخامات الدوائيه، وعندنا مصنع للبيولوجيكال اللي هو هينتج المواد الخام بتاع الادويه الحيويه زي الانسولين. فاحنا خطوه في خطوه ان شاء الله هيبقى بعد كده 100% خامه و100% صناعه. كل الشكر ليك الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجموعة أكاديمة للأدوية. شكرا ليك يا فندم.